من أصعب لي كاركتير اللي تيتمثلوا في السيري هي بيان سور واحد البيرسوناج اللي تيكون مثلا تيكون واحد البيرسوناج اللي هو من good people و تيولي من bad people، والعكس صحيح. يعني هذيك لا ترانسفورماسيون باش تكون ما سهلاش، خصها بزاف ديال الخدمة على لو بيرسوناج، الكاركتير، على لي جيست، الهضرة، الديالوج، باش ما يبانش ارتعرض. حيت سي فري كو ماشي هو لاكتور، ماشي هو اللي كيكتب لو ديالوج، يعني ماشي الخدمه ديالو، والخدمه ديالو يجسد هذاك الدور ويمثلو. مي اللي في الصعوبه فين كاينه، كاين في انه غير خصو ما يبانش يعرض هذاك لو ديالوج، خصو يبان بحال ديالو، وهذه صعيبه بزاف. حيتاش واحد لو ديالوج اللي هو ماشي ديالك وغير خصك تقراه بحال الا راه انت هو اللي كتقول ديك الهضره، وكتخرج ديال بصح هاد الغلط. تنشوفوه حتى في زعما في افلام اللي تيتخدموا دي بيوتي كبار والمسلسلات، وتيبانوا لي زاكتور باللي تيعرضوا، تيبان هذاك الجمل ماشي ديالهم، ما كاينينش لي جيست، يعني لي ميكرو اكسبريسيون ديال لو فيزاج ما كاينينش، ما كايناش واحد الكاريزما، بزاف الحوايج ناقصين.